الآن سنناقش هذا الموضوع مع الدكتور صبحي الحداد المستشار الإعلامي الصحي عبر الهاتف من جدة ينضم لنا. دكتور صبحي مساء الخير، أهلا بك معنا. التقرير تحدث بشكل مفصل عن العلاقة ما بين التكييف الهوائي وأمراض الصيف، يعني كيف تفسر لنا ازدياد نسب الأمراض في فصل الصيف خاصة، وذلك بالنظر إلى الاستخدام المفرط والعالي جدا للتكييف الهوائي إن كان في البيت في المكتب أو حتى في السيارة؟ مساء الخير أولا وشكرا جزيلا، والتقرير استمعت إليه تقرير جيد، ألقى الضوء على مشكلة يعاني منها الكثير. حقيقة نحن في أشهر الصيف وشهر أغسطس الأكثر شهور العام حرارة، مع الفوائد الجمة لهواء التكييف أو برودة التكييف الذي يحتاجها الجميع في هذا الصيف الشديد الحرارة، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الآثار الجانبية الضارة وغير السارة لأجهزة التكييف. طبعا ما لا يوجد فرد إلا ويستخدم التكييف في كل الأوقات وتزداد الاستخدامات. لكن ماذا يحدث بالضبط لنا يعني لأجسامنا عندما يعني عند التغيير المفاجئ، عندما يعني ندخل من مكان حار أو من الشارع إلى مكان مكيف بشكل عالي وفيه نسبة أو درجة الحرارة منخفضة جدا بالنسبة لدرجة الحرارة في الخارج، ماذا يحدث للجسم بالتحديد؟ الانتقال من بيئة باردة إلى الهواء الخارجي الحار أو العكس، قد يؤدي هذا الاختلاف الكبير في درجات الحرارة إلى زيادة الوفيات خلال موجات الحر، والتي يبلغ متوسط هذه الوفيات حوالي 400 حالة وفاة كل صيف حسب إحدى الدراسات العلمية. يعني كيف؟ نتيجة عن ماذا؟ ماذا يحدث للجسم بالتحديد؟ تؤثر درجات الحرارة المنخفضة على مستويات الراحة الشخصية والأداء الوظيفي، لأن الجسم يخضع لقدر معين من الإجهاد عندما ينتقل من بيئة حارة جدا إلى بيئة باردة بشكل مصطنع كأجهزة التكييف، أو العكس من بيئة باردة إلى البيئة الحارة. مع الوقت فإن ذلك يؤثر على الصحة، والتفسير العلمي كما تفضلت في سؤالك أن البكتيريا تنمو في أنظمة التبريد وتتكاثر، طيب خصوصا التكييف المركزي، وتخرج. طيب كيف يمكن ان نحمي انفسنا من امراض الصيف، من سلبيات وتاثيرات التكييف او المكيف، وبشكل حتى نحافظ به حتى ربما على البروده، ولكن بشكل متوازن، كيف يمكن ان نوازن ما بين الشعور ببروده المكان او تبريد الاماكن التي نجلس فيها وايضا الحفاظ على صحتنا؟ لابد من صيانة دورية وتشغيل مستمر مع نظافة صحيحة لكل أجهزة التكييف الداخلية بشكل مستمر لتنقيتها من البكتيريا والعفن الذي ينمو، لأن هناك دراسات تؤكد أن، وهذه دراسات منشورة في المجلة الدولية لعلم الأوبئة في عدد أغسطس 2004، حيث تكثر البكتيريا والعفن في أجهزة التكييف الداخلية. نعم. وهذه عندما يتم عدم تنظيفها بشكل جيد وصحيح تنتشر بعد تشغيلها في كل أنحاء المنزل أو المكتب، مؤدية. نعم دكتور، في الجهاز أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا. دكتور صبحي الحداد المستشار في الإعلام الصحي، كنت معنا عبر الهاتف من جدة، شكرا جزيلا لك.